بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب غرس عشان يتضبط إكمده من شرح صحيح مسلم. باب في عيادة المرضى. حباب هيب وقشضة لبوغضو ضدك حانون سنة جرن فضل يأجرك كتشرة. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي أبو موسى البصري قال حدثنا محمد بن جهضم الثقفي حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر ابن كثير الزرقي عن عمارة يعني بن غزية بن الحارث الأنصاري عن سعيد بن حارث بن معلى الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنه يري حديث كاني وحدبتشه حديثك على إنه صوم الرأي عبد الله بن عمر يقص بصناء حنونك وحنون صدي صحابي قيمها بالنائي السعد من عبادة الخزرجي النبي وقوب بوقضي حديث كان مرك قصتها هورين وصوم الرحالي باللو قيدوه وقشدي باللو شديدي يقابك النبي وقول لك المي يا صحابي وحك لك المي وحديثك قيبت حلين صوم الرحالي حديث كان مرك الرواية وقصتها باللو قيدي مرك لمات كين هوران بين صوم الرحالي مركا بابي دحق لي انقليه حديث كتابك ترتيبنا يي ان باب لدحق لينا ما اهي دملها انه قال وحن كنا وحن الجلوس كو فديا عبد الله باورنيا مع رسول الله رسول الله بان مال مال ما كمد لا فديني اذ جاء وحن نبي او يمد انغو لا فدنا صوبني رجل من الانصار ان انصاريت فسلم عليه نبي والسلام يا السلام عليك يا رسول الله بول ثم أدبر الأنصاري نينك أنصاريات با اسم الشيرو ونقضي مركو نبيك السلام أيو اللابتك فقال رسول الله رسول كلاب وحوري يا أخ الأنصار نينك أنصاريات كيف أخي سعد بن عبادة ولكن سعد بن عبادة سيديبوه ياهي سعد بن عبادة وصحابي عن محل سومر إلي سيدك خزرج فقال نك أنصار الروحي صالح وهو ناكسني والروحي يعني مركا حمقته إنه سعد بن عبادة وكوغا حنون كدبنا وحوتي ذي أوريستي نك أنصار وقرابة ذي سعد أحد وحنا كجاب نك والروحي وسيد غري وعداما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حو نبغو لمن يعوده منكم يا إلى بوقانية انتنا إلى فرد صحابي حموسين السعادة يا إلى بوقاني فقاموا صبروا وإستغي وقمنا معه ونقوى لتشوك سنوارنا عني ونحن بضعة عشرة نقوى دوري طبنا فقاموا صبروا وإستغي وقمنا معه ونقوى لإستغني ونحن بضعة عشرة نقوى دوري طبنا ما علينا ما ننقبين نعال وحكبا أما ننسيذنين حقا أرد كوذب صحابي وكه الله يا إلى كوذي أما حرق ذوذي يوحي رفاهية أهيد وحور ما علينا دوش أيضا ما هي نعال كبو جمع نعل ولا خفاف خفنا ما أن ننقبين جمع خف وبالك إسكارشوه كلا أما سكسكو كلا إلا مسحان جريبا خفاف كلا إلا هذا ولا قلانس كوفيدان ما أن ننقبين جمع قلانسوا كوفيدان ما أن ننقبين بدانا تضحيرتان وكلا ولا قمس شارط أما قميسان ما أن ننقبين جمع قميس نمشي وحان نكسعون إن في تلك السباخ أنو كبقبين أون خوف آن ننقبين أون كوفية ذا قرحة نجحك سآن ننقبين نجحك يآن ننقبين إيو شار يما قميص نمشي وحان نمشي أن نصعين في تلك السباق جمع صبخة سباق خوام الصبخة وعرسيش ماشا أنا وعندانو مدينة ويكوبت ناين لولك عرسيش عصبة له أما أدمو دين قاس ينفط المدات شيء إن جيت كبحين إن نقار كبحين جيت يدي رأسه وحكر هاي وسنشرين بموين تاسع صبخة لي صمالنا عرسل بيدادان النبي قال رعني أن لا يستغني وأن نمشي أنا والوين إن في تلك السباخ عرسل شاسي مدينة كبنا حتى جئناه إلى أن أطلنا قعدني سعد بن عبادة فاستأخر قوم تلكي بأدب بحي من حول هريس بكتر كان حتى دنا رسول الله إلى رسولك لأولى لسحابه وأصحابه وأصحابته الذين معه نبي السعودي مركز أنه سعد بن عبادة أتقن يا أهل كيسي مرلين هاي إيه بحنانين يا سحابي يا نبي يا سحابي الله سعود أكل الشيحي أبنى يا كطر كي سي النبي يا سحابة صوب وقطي وعالكو ضايحان كيسي وقادان
قعنتنا أسارة. حديث كان يمر كتفرد به مسلم بهذا اللفظ، لفظ كان أسقى مسلم كلي قبل حديث كورية. وأنا قيبت هوري حديث كحلاء مصوم من رأي عبد الله بن عمر رقب مركة ورية طريقة مسلم كورية، أما طريق خلوه مركة محمد جهض أن مرين من كورية بيها قبا كمذا في الشعب إيو وذاتك بغوي في شمائل النبي المختار يا أبو نعيم في المستخرج. حديث كمركة وحكو جرى فائدة دورة وفي قيادة أبو قيمة بغن مدى كوبات وحكو جرى فضيلة إيا الشرف أوليه سعد بن عبادة ونبقى وحيجيلي وننك أن سيريضه ولالك سعد سيبويا نبي محيين إلى أخي سعد وهؤلاء دي أدوين ضد يربو نبي كويل صحابة يربو صدا كويل أفراد أهان مكة الليلات مركة إنو إلى ولالك سعد سيئي هاي وأرن آدي هذا فضي بنا هذا القيمة بضون وتصيصة قيمة هي ميقان كل سعد كلها نبي أكيس عليه الصلاة والسلام وحاكل كتير أعماشة بوق الشدة يزيارة وحاول أكسن إلا أني يستو وإن عباد الله إيمان يستو وشي خير فلو يسعاد مي يستو تصادر تدمو نبي وصحابه كويري يا إلى بوقانية يا إلى بوقانية صحابه نبي حسيدة أويري هدوكعه ونبي نقاقه إن راعيا بوقيا أو يسنكهرين هذا روح المسلم كحنون سنة إسكاك تكتو أو إسكاسو سلامتو هذا هو عادي النقم لكن مركز أوغو تكتا أتصوب وقتت حقوك قولها قيب كمدا أن لا إماتت أساقنا أن يدو أدست أو أجر أتكهشين حبادة سدنية وبأنت أجر بناء لك وقرية وحاكلو كتيرا آداب تزيارة وحاكمدا هذه ضد مسلمين إذن صوب وقضار ويقول لي مادان أما ميش روح مسلم وكحن وصل أي مادان وحاش ربي وقبن ما ضدك أهل كسيح حقالة أما حكتدى إن أبنى إيا ضدك بوقان إيا إيا صبر إن روح مسلم كا إنتا إذوك يسكوك يا دانتا ودروح عن صدول فريستا مرتدي يو ضدك بوقان إيا سعودي هبل كورم وفي عين هاي لما أقول أبنى إيا وأكن هذا بوغضة أركا طابتا حالي صلى الله سعودي كدبنا إنا إلا بتام واسدا وتاسع بوقشو يا أدبت إذا كمل هذا وين حجيسه وتروح عن مصنع هذا وضل فريسته وزائر كي كوي من أذن قدرنا حرمين موارقس إنه أصدقه با إذا هذا كان كلا بام بموية إن لا شيء لا بنيو ملو فريسته ملو كلحيرة بكان كي لا بنيا كمل ذا لكن كي يقبل نبدا زيارة كمل وأنا سيدا إجيلين أنصار أيهلا وحكروا كتيرة حالة دي أتكيت إن الله لا يدي مركا أيضا صحابة كتيرة وذكر كيسا دول كان مدنو أدو كلول وعرسيل كبلاءان درلاءان كوفيدا الآن بيكو سعودين وهذه مركا حالة دي الدنيا حلقة سيدا أهيد هذه لنغناء وبرسمة اللي تشوغينا وحكتو يسيسا تزهد كأي تقلل من الدنيا عند الصحابة زهد ديقا إيو الدنيا إسكيرينتا إسكدركينتا أي كسبناين صحابته وهو أنه عاسى أي ساوح فإداء أكتضوا أركينين إيا قيمة أي سنكالين الدنيا وإي أهين ضد بسطاء ونسكم مشغولين هو الدنيا. باب في الصبر على المصيبة وحبابي هاي صبر كاللوض والقاتل لوض أكسد المصيبة عند الصدمة الأولى حرديد أوه الرئيسة مرك أوه الرئيسة يهوش بقول عبو إن أفضلتو تلقاتو فضل كتيرا الصدمة في اللغة وحال إلى هذا شيء أذك وشيء أذك ورفته لما شيء أذك ورسكون رفته لما نقح وكالي لما بروض وكالي لما تربيه وكالي لما شيء رسكون عاو ورسكون رفته إن كان أما أذك ككان أي صدمة إلى هذا. حدثنا محمد بشار بن دار العبدي قال حدثنا محمد يعني بن جعفر بن دار حدثنا شعبة بن حجاج عن ثابت ابن أسلم البناني قال سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر تلقاك يا صبر كرميسك الكرم باللغة الشاسي كمال بكين يساو الصبر صبر كي تلقاك البوحة يعجل لك القرى يقيمها البضن يشعرين وجعله وحاوي عند الصدمة الأولى حدد أهر رئيسي المصيبة قعد أول الرئيسي برأيه وقول عضوه إن أبكسته أول صبرته أول ضرورانين وذا أرقح موجينين إيا نحلين فرح أيها لك وضعه.
أيام مركز صبرك وسيدة صبر قيامة المتكاسبة بنفس السند والمطن البخاري كوريا هذا المسلم شيخيس وبشار محمد بشار بن دار كذلك البخاري في صحيحه بنفس السند والمطن حديث كان البخاري يسونا قرن باصر صار هي مسلم ومن أحاديث الكتب الستة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر العبدي عثمان بن عمر الفارس العبدي أخبرنا الشعبة وحوك ينصدي متابعين عثمان بن عمر ومتابعين يرغندر أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة نبغة وحصوم ريهويني تبكي كل الويس على سبي لها الميرة لشوكا بنتي أولا قبل دلتها وإلمير يدوكت كد الأويس أي النبي صومر عليه الصلاة والسلام فقال لها نبي حكيلي اتق الله إلهي كعب سقبريها واصبر الدل قالوا بك سؤال كيسو يا أمة الله اتق الله نواني صومر في بعض الروايات مركين مرين كتاب كريات صالحين كها فقال وحجري قبري وما تبالي بالمصيبة يعني قبل أن مرك النبي ما يسمى قرن أنصار بأهيد أنصاريدنا أهيد بروايات كم مقنية إن قصتهم مجا عدل للشيعين ولبا قرابة أنس من مالك أي أهيد ويا قاني ونا تلمام الجري أصو مرك أبا هذا هو ينك قارقد بديش هبلم يد قرن إسها هبلي هبلا إياها وقبل دي أيضا قبل كده دلت على النبي قلت شو مري سدا كورن شرتي وما تبالي بمصيبتي لبك إيجا دم بكماله محل اتق الله واصبري إلي ذاي دبك يقول عيب الدم بكماله إليك عني بخاري وكذلك ورجل إليك عني إغرد يرو فإنك لم تصب مصيبتي وحيقول عيب ومرد عين ساسا تسكال يضع مركة إسكسة بلي إضاف بيجي مر رواية كلي أنا لحر الثقلة قبل آذي آفو قرع عن طيب وقبل عن طيب أنا هاي وحي يستنيه إضاف بيجي نبي قنا مركة ما قرنش مصيبتي بمركة ما تحكي سيو كسر طيب هي بدي يقرأ شدي يقرأت كبا فلما ذهب مركو النبي التقوى اسكر رافق إلا شيء واجب كأروح هنا الفرطو أمباكو صار وخيكو وشيت هدو قالوا وايو قابك الله حليا مركا حوار اكتبا إن ونبي يأينين اسكر راكا راكونا يو لبكا هيستوى أنك ورقب لأن ما قرن إيسه فلما ذهب مركو النبي اسكر تقوى قيل الله حلوي إنه رسول الله رواتك قاركو حي عدية ننك سيدا كويري وفضل عباس فضل عباس فاصوام على جوار النبي ولا تلانا واركها مركو النبي قلت لي من تو اسنانت ويد وحوري رسول كلاه محوك لها حسو حور ربا نبي وحو الشيء اسنانت انه اوقات وحين حور موضة هيا هو نودون النبي قرميس حور هوا قواري هاي اضونتي الله نبي الهي هذا مركو كمري محوك يري قيل الله وحال قول إنه رسول الله رسول كلاه ويقائلكنا وفضل ابن عباس عبد الله بن عباس ولالكي فأخذها قواري وحاقبت مرك الرسول كلاه بلقوي لي مثل الموت واحد غير موت ويدي من قال نحضنتي النحضي إيو إنا يحشوتك كتكتي ويهيبد رسولك كتكتي ويخجش خجش الباقون ويح يا حضي مرك هذا الله حانون يجيري كبوتمي حق أنه قبل ماذا كتكي وعدباته مركو حواركتي قبل ماذا هذه يحشوتك إنا يكتكتي النبي لكو حد قدوتي حق أن الدنيا لقبورة دي المهد لقاقها أو شاسي هذا بحر من سلطة لو أنه ربع العلسوه فأتت بابه النبي قال الباب كسبه تكتوه وير هذا سجور بصوبانه الآدي فلم تجد على بابه الباب كان محمد ميسن كهل بوابين كوير تتشوغاه تتك الباب كتشوغيه نيكا مسؤول كا تتك أكرا رتبه تتك كعليه حلقة وشفاء هذا لما أعرف كارو سوغا حلق صور نقو وردو كان روح أصر بواب كالليلة حاجب نوالي هذا حاجب نوالي هذا فقال وحيتر يا رسول الله رسولك إله يو إلا كل أنت نبي قبع عرقت لما عرفك ما قرنين وفي رواية والله ما عرفتك إلهي بأن كل دارتي نبي الله كما قرنين هوني اسكبرون يسوى قبل أن طيب أنها مير بمهينين كما قرنين أصلا هنا لدمرك مسلمين تبضل قد نبي قرنين أركاب واسكاعد كيدبا لما عرفك ما قرنين والله ما عرفتك رواية كذو مركي سيدة أتجري فقال نبي حولي إنما الصبر عند أول صدمتي نبي حولي وتلمامي أنبو تتك نفط ضوء عرض مني أنا قد اللي واحد قد بو أنا مالا يقرب وطن كمالي مهمده وإن دينك إلهي لغو رقمه
أمرك إله إلا قاطو نبوك هو مشكول نوش هادي إنات كفرستي هيدو إنات إفرسي هيدو هادي سيدة أمك نين رأك وراح الله يواء وحشودائي حساب الصومالي مجل صوبان محايل هو طلع ما هو شايدا النبي الله صدر إلا تربيه ضدك وحكي ما دنبه كمقون صدو ما ورد ديبان فمهمد وأمر كالدينين يرفع رسالة فرين الدينين إلا يسوع ديبي يلا هو كرامي إنه قد بيه هو قد بيه مقصودك أما إقرأ أما هاي قرامي مهمد وحوي بلعي مكي قول دعوه قدت أوه الرئيسة يقعد أوه الرئيسة لربعين عقد كيسته وقوة النفس أديلته وصبا أديلته مركز أجد بربك وقرهي هذيك له أحد والله بن آدم مركي مصيبة كنت ما أدو ما المك يدبوه صبرا كان الصبر تقواب على الليل هذا صدح مع الموضوع كذا بي وقت كم يرسل وقت كدري قصة وقت صبري أما أباها كارنتو أما أهل هلا جاكو ما أدو أما أبها كارلي أدو أما قبلا صدح بروحي كذا بي مير كذي يتكلم شو إيمانه والصبر تقواب إيمانه هي كازنا مركا أجر لغم أهلهم حي إلى مصيبة وشغل بقمة ضعي وحمقادوا من الله كي يبدوه وحاجي لقى قر لها إن أذكى ستوص صبرته ولو من مدى كتجن وقضى الله وقدره ألم قنصن فقال أبو حور إنما الصبر وركب حاكي أنا في حديث كاتب حيث المام فقالت إني أصبر إني أصبر يا رسول الله هذا الكهور النبي كل ما أنت اتق الله واصبري بيدب أبو نقط حين قال له كمان جرنين حتى نصبر هيا أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله يبيت حتى نصبر نبي حول المايا إنما الصبر عند صدمة الأولى مر بيكون في عمرك أزقع مر بيكون في عنا مرك هو الرئيس يهوش كوبدة عضي يتبرورنا يسي كوف في عنا الأرض كيسته هذا بحاول يصبر تقواوي أجل كوي يكون أنفعها وحال وقر لها تدل قضى الله يتكت هو الرئيس إنما يفصى صابرون أجرهم بغير حساب مركز على قارب عند أول سدمة هرديدة أهر رئيسة أكتير روح من وقت كيستو قوة اليقين بكتوسها يا صبر كما عاص وحكتوسها يا قوة النفس وحكتوسها يا إيمان قد أعود وليه وحان إلهي بقدري إلهي باكياني الله كسي وألا وضع الصعوبة وألا كلا ورين محاد كبرورا محاد اسكو عيبين إلهي ونحرس الروح على السلام أنا ورسول الله مرزق والماء حبالة إدوغ أسطور على قارب اللي وحي تجسور نقول ماي مرض نسور نقول يعني قبل دم نحوجته نحاسور عيبيني أو قال النبي وحول عند أول السدمة هردوه الرسالة قال ربا إن الله كيسته لبات هذا إن الله كيسته يعني قبل مركة نبي إني قبل قد نستعب تمقون سنة إني بوقة تمقون سنة إني إلميسه وإلمدة دوك تمقون سنة وحوقون سنة رواقع هي برور برورته إن إذا واقعي برورته وإذا تاسو الديني حديثك مرسلك عن يحمل كثير عند عبد الرزاق في مصنفه لحكون لحبغل لحدن يسجد بعدي فصنع منها ما يكره فوقف عليه نبي وضوء صعب يقوله حكم قلي وحورد بصدي ورواقي برور شاء ينيا حاء مركز النبي كل حضي هاي الحديث في قلين حبي قصوا من رأينا الذي دني تيرايا لوضنها إيو اللي انت إشك إيمانيس إلا الديني نوقي أن يحذي برورتي لديني رواية أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله إن أبو يعلم في مسنده كوريا وحدثنا وحكوا لحديث النبي يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث الهجيمي حا وحدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا عبد الملك بن عمر القيسي حا وحدثنا عفواً وحدثني أحمد مراهين مكثرا بغدادي الدورقي قال حدثنا عبد الصمد حرب صدح له وذات إنه كتوسين إسهاع هي وخالد الحارث الهجيمي إيو عبد الملك ابن عمرو القيسي إيو عبد الصمد ابن عبد الوارث قالوا واحدا صدح له جميع سود الشرع حدثنا شعبته صدح له الله وصلهم حين مطابعين هي وذات في هذا عثمان ابن عمرو العبد بن فارس صومرتي عثمان بن عمرو وحم متابعين هي غندر محمد جعفر صومرتي اذا مركز شم ودات سن فراوي وازدبتها وكل بود بحثك القضاء هي وي شعب الحجاج ابو بسطاء
بهذا الإسناد سنة كان صوم الربي كوري سنة كان صوم الروحة شعبة عن ثابت عن أنس نحو حديث عثمان بن عمر الشيخين صدح له هذا التنبيه بقصة مع قصتي قصة الليلة نصوم الرأي أنه قبل الدول استاغي وهو وانيه كدلنا والد إقالا ويدي لو شيغي أحد كالله الله إنه صوبانيه أها كالضبط التميد وان صبر التلي نبر ويجري صبر كحلة وقوها بوناي حتى كدب سداهيه. وفي حديث عبد السمد وحا كتشرة وان كتشرين رواية عبد الملك إيوه خالد أنكو إيماني مر النبي نبو حصوم الرأي بامرأة عند قبر وكالدوية أو شخص المسلم حكوية هاي متفنن بوكوية نبي حصوم ريها ويري قبري أكتاقا روايات كهر ربنكم أيمن تبكي على سبيل الله على ولد لها باكوية أصول لكن قبر بوشي الملح حباله لدقو مسألة هو لأمك قصة أبسن نبي أنسان بواب الله إردتوغي الباب توغي أوسان الله واسنة نبي أبضا دقن كيس عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس انت سودكت سداس رقم واحد وحوارديا يرتوب موسى انجرين انت بلا حليه خاصه ام حاله خاصه ام وبرتو امر عبد او جوجو سدا موسى الاشعري صحابه قاركود اني وارديو نقدا والباب كي استاغا واحد صنبه وفصحين ايسن سودين وي دحي جلتي لكن وحا لغه الله وا الباب جوجي هي حاجه راتبه وركنه او سدا لو يقان انا ملها نعلم مرة على ويجري تكتبه مثلا المركة حجابك إن الله سمع استوقع ضيقة يا حاكمك ما الله سمعين كراوشنا مسألة خلافية حكا فقية سلف كسكم عن رافي أصر عطيسا ضروري يقدر تشيرين وإن الله سمع سنين وإنك مسؤولك قاضي وكالي حاكمك أميرك وزيرك إنك حل عام المسلمين تأهي يقولي بتي الباب سوينه فرادو حل يضا وخاصك وصيحانا يضا أما أهلك سيقول لك شغن ويه أنت كلا ما أقول هذه لكن حال أمن عبسي أي جلته أما هذان الباب توجي يلا صميني قعيري ترتيب له هلابي الأسبق فالأسبق مرة عايش فوضى ماشي كئما تنظيم إداري إلا غبها أما عبسي يحضر دار كلام ويه أصل إلا صميني استماعها عيا وحكينا يندت حقوق ذا إلهم طه ضت المسلمين تاع باب الميت يعذب بكاء أهله عليه الميت يعذب ببكاء أهله عليه ميت كإن لو عذابه والله دب الله دبيو تذكي سي أهل كيس أوين تيو أويان برورت أو برورنا يا مثلا المرك مثلا قد بدن ويو سلفكو صحابة سمع رافق قفك بنتي على حبابي فامل كيسية قرابة يسي حكتي حجاب برورت أو برورنا يا أويا نواقيا أوي من لو عذابه يا مثلا لو عذاب ماي ومسألة يسكو مع نافين صحابة قاركوت أمنا عائشة أيضا أركا دونتان هوشا ويديري جفتي صحابة الشنعة عمر بن الخطاب يويك سعد الله بن عمر إيا سهي إيا حفصو إيا مغيرة بن شعبة شنتا صحابنا نبقى يكوريين إلا عذابي انتو نصح مسلم أقوم بلد ناسا وشيري ومسألة لبدا المركة إذن بكاء عفوا تعذيب الميت ببكاء الحي عليه ومن المجتهد فيه لا من الأصول تأسكوه قال قل يا قاركوب الأركيسان مركي مسألة العذر بالجاهل كهضايا أيها أقوله هو إذن عائشه أي كجاهل نقطي ميتك إن لو عذابي وإنت يؤوي أهل كيس حديثا جاهلا أهينا ولا تكفير لها ولا تفسيق لها أما عذاب مضان الله يبقى قرنية وحسكوه أصبح علي مسائل علم لما أنت وحسكبض الطين والبعين وقعن تغليون أنت أحسده مسألة ومن الجزئيات الدقيقة ومن المجتهد فيه مجتهد فيه أصولك وحلو يقام مسألة أن لهين دليل قاطعة ونص صريحة لاشتباه الدليل أدلة متشابهة متجاذبة باقي قطي مدوي هو ينوحي دليشان دونتا ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تكسب كل نفس إلا عليها إلا عليها كل نفس ما كسبت رهينة قرآنك قواضعه
ومسألة قطعية في الدين إن آدم الله على بين الدنب أوصر سو قليل مسألة احتمال شماء ومن القطعيات والضروريات الإسلامية أحدنا إن الله على بين بذنب غيره قفك للدنب وقليل لغو قبصان مهاي ولغو على من آخرية الأدون مدنا بعض مكت خطأ مرك لغا قاضيه وكال مرأة كالمين يسوغل كال الجفي القف مسلمة قف قدير عذاب عقوبة معها دنب الوقف سنة معها ومن باب إسلامي أهل سعاون يسقرب استاق قرقار يكالمو سيد كلامك لكن أحد لو قف سنكر أما لو عذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة مجرب بذنب غيره أبو رمت تسحابي قرن إنسان الغفاري بكون نبي ويمد يقول أصور له عادي أو وعد بوته يلا سعود مركز نبي ويقول كما لا عليها نبي الله سمار بسوي ويقول يعني وكوب يعني الله يصار نبي الله سمار جيدي سؤال شسوب ماشي ما بطل النبي من كان بالفيل نبي من توقع صلى الله إنك لا تجني عليه وهو لا يجني عليك من كان صدق هو فتكوب بأورجينالك dendigu qaraday lagu ma haysto adiguna dendiga asaga wax qabsan ma hayo wax iska ka xiran ma jiraa nin walba wuxuu sameeyay ya qorto loo galnay oo kullu insaan alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi nin walba wuxuu galab salaam ugu goostaa lugunta loo galin waa mas'ala qat'i asal ka diinid bay u aragtay hooyada Aaysha ahadiis tan inay كور إيمانية ومسألة أبها مك إلا جمعية لسوك ينمو مسألة ونكرت معها عائشة قد عضي مسألة وينكو خلدانتي لما تكفيرين هدبا العذر بالجهل في أصول الدين وفي القطعيات هين ومعتبر واحتروي وحنو عضي سينا تاي عام اسمه دي هين وحيس ماذا إني كيدين ديني بس كيف لأيه وش عيبه حساوه وقال قضيته حدثنا أبو بكر نبي شيبة حديثك حجر في مصنفه أبو بكر سدان كوريا في مصنفه نبي شيبة لم يطبقن أفر بقر سلاشين يكوبة كفير كسا كفير كتا عبد الرزاق نواري اللحم ونحب بقر سلاشين لب ومحمد بن عبد المير جميعا لبدا ودا سوى دجل وحي وقعة حديثك عن ابن بشر قال أبو بكر نبي شيبة وحجر حدثنا محمد بن بشر العبدي أصبه ونسبيه وذلك مجعي زيابه وغوشي وأبو بكر أما ابن نمير يقول قابصدي عن ابن بشر انت أصبح دواء يا مسلم عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر قال حدثنا نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن حفصة بكت على عمر حفصة بنت عمر وزوج النبي أهيد عبد الله نقبها واللحم أو ولا شيء لحم يسكو يسكابيني بكت وحيو يدور براتي على عمر عمر مكن للديري أو رابع أنت صنف بحن كهر أي براتي فقال عمر وحيو مهلا يا بنية قبر إذا يكاد نهي ويسك سك 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 أيضا ميلا ولا جارم أن أنا نف بحن بابا هذا براتي مركي يقدر يرتم حقا من دونتا قبر يسك بوري يسك يكاد مهلا إكروي وهند جوجي أنا أنا يوسف وحن قوشي كذب حول ألم تعلمي ميدا أوين حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه إن الميت قفك بنتي يعذب وحلو على بيا ببكاء أهله أهل في سؤهند يؤويان عليه دش سؤبر رميان وركا ميدا هيمن حديث كان بهذا السند وحالة تفرد لقو نظر المسلم وحلو ذلك مجره رقا سترى طرقاً كلام الأولية طرقاً كلام سنة كان لكن لا مبالاة هي ألفاظاً هورية نوع حاصلة إذن سيدنا عمر وهذا عديه ونبقى كم مقلي ميت له عذابه ببكاء أهلي عليه وحدثنا محمد بشار غندر قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج قال سمعت قتادة بن دعامة يحدث عن سعيد بن المسيب المخزومي علي بن عمر أضم حقوق يعني متابعة سيد التابعين وسعيدة يوحون متابعين يا نافع
نافع مولى بن عمر وقتلني عبد الله بن عمر سعيد وقتلني حديثك عبد الله بن عمر صوصه كان متابعة عن عمر عينه صلى الله عليه وسلم قال لكن قصده شيء نافع موسى شيء سعيد وضع أكتاب نبي حول الميت قفك التي يعذب في قبره قبر يسال وعذاب إياه بما نيح عليه بسبب ما نيح عليه وانت اللوء يدغتي لو قررتي أو يدبع له عذاب إياه ترمذي بن ماجه رأي البخاري باللوذا على السنة كان إيا لفظي بلا ورية بخاري يترمذي بن ماجه وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد المسيب هذا في مسوع عليين إنه كتصو شعبة إلا متابعيه محمد تابع سعيد بن عروبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نهى عليه وحدثني علي بن حجم ياس السعدي حدثنا علي بن مسر القرشي عن الأعمش سليمان عن أبي صالح ذكوان السمان علي بن عمر هذا روح كان أبو صالح ومتابعين راعي حديث راعي سعيد نافع عن ابن عمر قال لما طعن عمر مكلا وريمي إنك مجوسي قال أبو لولاي كافر كان قال وريمي أغمي عليه والأمير قال ولي سحابي الأمير من عمر فصيح عليه مركز وبرر طول الواقي عمر مكو مير دلور بي ودعي بي أهل كي فامل كي يهوين كي سيجي قبله ودلعي ولليه يدد كي فامل كابا يا بررت فلما أفاق مركو سو مير سي ومركز انتلا قال قولي سي لدي مرنا ومير دلور من مرنا ومير سي انتو صنف بهم فلما أفاق مركو سو نبدأ ومير سي قال وحولي أما علمتم مسلمين تنويه يوميين الأغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه بين الأغان كورقبين إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ميتين لو عذابها يوم ببكاء الحي كنول أوينتيسا عليه كوت الأوي كنول أوينتي برشو برورا ميتين لو غربي صومي أوغدين محاد الأوينتيسا سيدنا عمر ولما غربان ميتنا ما غربان ما غربان كرتي أنا مير أنا نفض حين هذا بس أوينتي مرك يقدر المحطة ما يساو فمن باب الأولى وكسي يدفي يا مرك إففالنا هو عكابة هذه هذا أسوأ ولي نفض حين بيبا سنة وبرورتين مرك حروب ومير دوار ما بيبا يي برورتين مرك يقدر ارتلهم سنة ونفض حين محيو الله عيو محيو سنة الله عيو حدثني علي بن حجم ياس السعد حدثنا علي بن مسر عن الشيباني أو إسحاق الشيباني واسمه وسليمان ابن أبي سليمان وإسحاق الشيباني عن أبي بردة عامر بامر عيسى ليلة عن أبي أبيه الموسى الأشعري حديث هذا الحوك يعني إن أبو موسى الأشعري هو متابعي قصده كل راعه ابن عمر عبد الله بن عمر يا قصده ورنا يزوما إذا أبو موسى كل راعه قال أبو موسى الحوك عبد الله بن قيس لما أصيب عمر مكة لا أصيبه إلا ورهبه جعل سهيب بن سنان الرومي وحبه قدقل يقول إنه ليه وأخاه الله ورابك يوم وحن سلمرك وأوهي سيقوني أيو سهيب عمر أتشعلا عمرنا سهيب سيقوني وحرمين جروا قدرين جري صدرت هذا مرق قلت لي عمر هم هو شهيدين ولا أسهي سيقوني أسهيب ولا تغطار بي حيثا كوالديني ee ragii lixdaha uu yiri ma ha galeen kadibna haska soo doortay madaxweynaha muslimiinta cid uu xil saaray hawsha ayada suhayb uu ahaa marka suhayb uu umar tuhmayay inuu ahaa niman carab iyo cajam u kala eexanaynin xaqna ku arag wal duuru ka dhigtay si goor marka uga xamusay suhayb umar geeridiisa lama usiba umar oo jacala suhayb uu guda galay ibn sinan yaqulu inuu leeyahay ar-rumi رومي هو واضح كي سواء أبو مصدين أصلا كسر جدي وهي لكن بلد كيش من عربية بواها من عربية والريح الجاز بواها أصوى يربى لطفي أما أبيه بابا لطفي ولا أبطكي لوابي جهري ولا سأدو زنجل أدو اسكت دقل ما تابين حين قبو فريس يا عربتي هو دو بلاقا المهي الضائماء اللي بجرد في كجرد فرس كدوش زالوط ورنهي جين يا الله بيبيس حقا صاروه قرصين هدو حسنا من هيفرين رومي لما يقول ميلو كي من أسد سوى النعربة
هذا مركو وينالو عربي يسكمعك فرنج ولا كلا قرن هندي عربي يسكمعك صومالي ها قولي أنا أنطلق أنا يسكمعك أساس بركة بركة أم بروح يجيب له قال يا حاجيس أما تاريخ الدعوة لا يقنا يقوم تروح على قبض في يجيب يجيب الدعوة على قرنك وحلوة خاه الله وراك يوم الله طلع وكلامه فقال له عمر عقيل يا سهيب سهيب أما علمت عمر قضية واتيس وقضية مسلمة وهو أركس حبوا إن أجهين حديثنا المحب صادرت وهو يدين يا استفهام تقريرية ها إنكاروا أحبقوا عن صدهوش لكن تقرير باكتشر مين أبقوا بالأكتين أول مين أبقوا بالكور قبطان أما علمت مولا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إن الميت لن يعذب ببكاء الحي عليه ميت إلا عذابها يؤهنت تذكى النور ويبرر ريا حي ياسي إن قفك النور الغوفة سرنا واسلا مشهور في عانك وعقل مفسرة داشي يا حافظي لأن حي مر قبيلا يقويسك يؤصر الليل هذا يجسك قسم جيتو دقان كي يحافظ حتى والي هذا مر كذات كفام الكوهين تودي أمضتك النور وين تودي له عذابي. وحدثني عبد حجر السعدي أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى الثقفي متابعة وحدثك مكيرية حديث أبي موسى طريق حب أنه هرمري متك متابع وكان حي وذات شعيب وأن فركوك ذنتاي وهذا من دقة مسلم شعيب ابن صفوان أبو يحيى الثقفي أحمد باي الواثقي ابن حبان واثق لكن موقف أبو حاتم الرازي وحول يكتب حديثه ولا يحتج به ابن عدين وحول أحاديث أولي بضن كذا قمر عبا أبو حاتم الرازي ابن عدي وحبوب فرهوب ذواتك أحمد بن حبان ويتوثقي حاكمنا أحاديث أصحية على تساؤله لكن مسلم وفريد بارعة وشكا ورقبة صادرت كتابة للا حديث أولي منك متابعة ذهب وذادها رجال شكو تخصو حي شيئا هل حديث بس كله يا مسلم لو حديث فرد في صحيح مسلم في أول الجنائز بينهم ومشهد الجنان لكن حقه أصبح على ما يكلم فيه حديث لباب كله كتاب الفتن باب ذكر الدجال وكي من دورة أصنا متابعة من حديث المسعود البدري عن حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتنا لبدا حديث بس ولي ومتابعة معايا لو مقدمة مسلم قصر الشيء سيدا يريدون وحديث ورباء ردوا كل بلا أيهين جباب الحفظ والإتقان ويحكى الضنبريانا في الأقار وكوح جندور هذه الوربة لنا الطبقة ستحار وصمين دونه ألو سهلة وصوشة المسلم مقدمي سوانا صوشة رحمي كما سبق أرضي قدر أنت كما سيأتينا وذات كي نفتر عن عبد الله بن عمير الليثي عن أبي بردة ابن أبي موسى عامر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال لما أصيب عمر مركي الله أصيب ابن الله وريمي أقبل صهيب صهيب كسر رقاق الروشي نبرك قريب أميركا من منزل قرب سيب كيمت حتى دخل على عمر لا عمر أصول قريب فقام واستغي صهيب بحيال قماته سمع كبه من عمر ميشو يالو قريب وقرب استغي عمر لن كان بكتشوك سلام عن قريب يبكي أسوه فقال عمر حول على ما تبكي محل أولي محل ضرورا علي تبكي ما لك إيسا قال عليه والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين ما يا ما يا وانس كحن مصلي ما يا صحابه بنت أمر ما لك هو يا معك اللي هو هني أنا مير كمان قوي بدي نوين بنا مع الله برونا يا دار يا دار تلو هني إيه والله هارون الله قد أرتين لعليك أذي لبش هذي نبكك وقال درتي بل أبكي ويا أمير المؤمنين قال عليه والله لقد علمت وفرس عمر وأقيا سويك حديثين أقيا مشيري وقد أرنا يا والله لقد علمت الله قد أرتي وحد أكتها سويبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من يبكى عليه يعذب منك الله برورته والغلع بي والغلع عذاب قال عبد الملك وحيري عبد الملك بن عمير وإنك هوش الشيء
قال عبد الملك وحر بن عمير الليثي فذكرت ذلك أرنك صهيب وعمر أحمر وحن أشعر لموسى بن طلحة بن عبد الله القرشي سعيد طلحة أولونا ليوه فقال وحجي لمرك موسى بن طلحة وحجي كانت عائشة هل كان وحكى بالله من هي انكراده إذن يقاب بحديث كروها كيسي فقال موسى بن طلحة وحجي كان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة وحي أرنجرتي إنما كان أولئك اليهود إنما كان أولئك اليهود ضدك هذه اللوعة التي أهدت عليها ويهود مسلمين معها عمر يسهيل يعوي في عين هذه كي يوريين لكن حديثك ضد خاص وخسي ضد خاص يخص أوام عي يهود يقال مره الانتان أهل كده يبرت واللوعة عليها هو يدن مرك انت ايضا فاصل ايمان دونتاي انت اي شيء تيبا حجك واه قال يا مسلم من نبل لو على ما هي دم وسن وسو وسن دي وما القواطع هضي بنانا تو قالكو دنت يا الحبابي برر شيء لو برين اسق لو على ما سقى برت قال لي ودي سي دم بي سكر لو على لكن فاملك يسب برورتي أي برورتها دي اللوع على بيدار مسلم ولا مت وقعد ومعي وان اللوع على بي بذنب غيره ذنب أسوه سنقلين واحد كرؤوف فريضة رواق ورقبت سواما حتى بقى عيد الجبطة غيد ولا تزر وزرة وزر أخرى وشبس على رأي أمنا عائشة قال في مسعتين قدي الله فيري إنما كان أولئك هو لو عذابي أحد يدرت عيب لو عذابي اليهودي آلي سداسة عائشة أرنجرتي بن موسى بن طلحة والتابعة من عبيد الله القرشي هو يد المركة لبر رواية كالصورة مدواتان أيضا فاصلة من دونتا من نوع حولي نبقى وحيوي حال سوى مريتي ميل يهودي الله وضع سوى مريتي dad kifaam ilke wadanay baroonayaan markaas nabi wuxuu yiri ayuuna uu yahayaan asna wala calaabahay ayuuna uu yiri fi aamo qadday moodahay wayaga tabahab leey tawqur oranaya asuuna calaab uu ku jiro la calaabay tawaa wa iman dadu taa kuma jirto in mid kale loo calaabay dad kale ahad oo faa'iido ah tanna waa maxay idoo fasna wa iman doontaay in loo qor qabanayo dad uu sagalin laba riwaayo caayish marka ويكسرنت وحدثني عمرو الناقد عن محمد الناقد قال حدثنا عفان مسلم البصري حدثنا حماد بن سلمة ابو سلمة البصري عن ثابت ان اسلم البناني عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن سيدنا عمر مكلا وريبي عولت عليه وحابر ورطي حفصة اويلي اعولت يعول ضرب وريادا وعويلك وضوق يا ضرورتا يا مصنوغا وهنتي يجري لك السابسون فقال وحور يا حفصة حفصة إذا أنا سبا كوري حديثك عمر وحور متابعين يا قصدي أبو موسى الأشعري عن عمر يتيع الله من عمر عن أبي عمر أما سمعت مواضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه أحد كالله ورته الوضو المصنابة يعذب على عذابه وعول عليه سهيل سدوك لوحاه كتب برورتي سيدنا عمر صهيب بن سنان الرومي فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب إذن صهيب نوى الله عليه حفصنا عمر والله عليه قضية دونا سحوة قاركود مسلم بغوغل قال إني أجيه سيد صهيب وقال واصل زوشيبي على حفصنا إنا يسندوين بالع كتب وشيغي وكبر الوجي حدثنا داود انتنا مركا كسي لحقين رواياتك حديثا شنطة صحابك لقوي شنطة صحابك لقوي وفي صحيحي صحابك لو كبر النووي وليا خارج صحيحي عمر حفص إيو سهيل إيو مغيرة من الشعب يا كتري يا عبد الله بن عمر شنطة إيا ما كبر النبا طلحة بن عبيد الله إذا كمدة أبو طلحة كمدة وحاكم من الرجل الأولي وكلا أسونا أبو موسى عشر أسونا خارج الصحيحين أبو هريرة كمل الصحابة البوريس
حديث كاس معناها تلمامية إيو آيلها القرآن كا إيو قونس قويدا عاش أي قونستي قاب كي لسوا فجن ريابا لسوا من أمناف إمام الشافعي عبد الله الشافعي وحتابيري جري رأيك عاش عاشها وقاب كي قولك تهوشا أيانا نغطها يرساني إلى الشافعي في مختلف الحديث بوكباها الله كتاب القرآن كاسوغي آيلو كسيداي وشرحي أحاديث كرو كان صدي وبه أقول عائشة صدي الجري يا أنا قبل أبو عبد الله الشافعي محمد ريس الشافعي سيدة اللول بدأي هاي والرأي أصحابه بدأي أمر عائشة واسمه تيسي فها خلقا بين قالتي ما خلقا وإلهي أحاديث تأي صحيح فقلت من عمرية تغير لبك أي وليان باصحة لكن مفهوم التعذيب باخ يا ورك التاريخ ميت وحلو عذابي ببكاء الحي عليه عذاب كاس أبها إن لا تحريري ولا بنامري أنت نقول من هوش أيضا سوافر جدا أحاديث وهذا وحيد هذه ميت كلو قوانا وانت وابر ارتوال ميت كيه وحيد وانك كتر دار ميجيني مركار دينتو نلا ديرانا هاي ومقع عليه سيد الدمار بنت عمال سقارة ونظر يا جماعة موسيقاري سفي عن هل يوصل برورتو وعلى رهالة بيقول ما يشعرني وين كبحي هل يقال وعن رقم عرب إلى هان تلتاك بهين وكي أرجع طرف من عبدي مركو لها اللي يقول عليك وقعها إذا ميت فنعيني بماء أهله وشقي علي الجيبة يبنة معبدي مركان انتو وحدي وقررتا ودي ومضررتا وحان مطاهي ويتقانا عرمنا ويتقانا وشقي علي الجيبة يبنة معبدي ركع جهجه ودرع جهجه وطمع سيدة وعيد اسكشه وفندق لي وهو إياه مركو عيدي أحد كلو على بيو وانت يا برورت وقفك كدر دارمي كامركا هدي لما على بي قفك للدم بيجي وحلو على بي دردارا كيسي الدم بيس ويادك الوحيدة هدي وقفك أغا إن لو بررن دون حقا أن يعكا دهن أصنع ودن بلا بلا نقن يعرب وحاا إن لسو برر تهدي لأبنته سير رقم فرق كبان دي رقا الله في رشاب وكبان دي قولي هم دير ليلة برر تيو هو شايو عالي وطاي ما بقى المسين كرتيت بعيدا نبا الله سو كريم وبرزو سو كريستا هبلا هبلا كعد مالان بالي ماشي يتكو إذا غربا مركا ميري نقن كأهدين يسوءوا أحد كل انتي وان حق أن كدر دارين وان يعني هو ينك اللوع على أبي برورة الله برورتي ولا دلقوا فسريع حديث ننك أرمح الله يستا دم دي أصوك لك الله والتفريد فأم الكبير قرابة دي أهل كان الدم دي قاعد كل اكتاري إن أتكي يا ليس أي قو أنفسكم وأهليكم نار عرورت لي أهل كان يحرصك روحك وأبي سيين هذا يعكده قد قدمت ورواه يستا محايا لي وناقي فريد دي سيئة يحميه كريم دي سيئة كحد نبتي وقبوط فشي وقاسرتي دبيلة هذا تكريم إلهي وانت مبارع دموي من كان محالوها يستا دبي هو قليب الله يستا قولك صدحات واسوك الآدي يالو قيمة بلان وحيلي يحوي قفك بنتي مرك الله برورته أولا تري أمانتي سي وناتي سي إلا واجب على وأخاه والنصيرة وعبدا بالديريو دربيريو دريال كيريو جيسي وحبا وضلدا وضلكم كي قيلة هي أنا يبرون هي أمان بارو تريا روح وناتي سورا لغشك هي مرك إنت ألا يقابل لما ملك باوي دين وكوشين روح ودين مصاصاتا واجب على كان وياي ماذا قوها مساء الله إرساقها حدود دي مالا عدودها مساء الله كترسانا الغدب حديث الموسى العشعري في السنة بارة المامي وهو أصحه معنى حديث الغوفة السنة مدى أولي مركي انتين ميتك الغوفة للصبر الله بس إذا وحلا ضربة ميتك قلوتك الغدري ورياء مصاصة هان تلت مالا أدودك لهيي ما هو مدى وحسين هيي مساء الله إلى هيد بلو دينيه
ميدكن انت ويدي صوبا ويدي وحالا معنا كعب ديري ان لو فسر الله يداه ميد كعب سنه هاوش عيالا ان خلطت هي بوغيا بروت ان بنانين بوغيا ميدكن وحكستو حمار الله سنين وهو قال واهلك السميه ومدرب سايه عذابكن هو مطلق يعذب يعاقب ربه فرق بين العقاب والتعذيب والسفر قطعة من العذاب مطلق الأذى نفس الله واحد يسلس عذابه ما يلبط شغفة قبوة وتكون رفاق وحدين ماشا نكون على بلع ماشا هي وكل مدى الإسلام عذابك وكل من عذابك اللي شيء كين معرفة ما هي ضبك اللي يسجلها هي ومعي ونفسي وميت كل سنة برورتي يا سواحي هذا وقيري أما أمان سمك الله تري سؤاشا لو يديني حدود اللوب ذي يقولون تعبد اللوب ذي بورد بصنايا سيدا وحاد وقتو كفة سيدا جماعة من السلف ذاهري وقنبا مرتي وحامر شخصا نتين يا مري ابن قيم بامرة إذن لو مبهنا أيضا إلا أوله لو مبهنا أحدث إلا أوله أنا سلف أنه ما المقصود من التعذيب والعذاب هنا بينا وهو صواب أحاديث نويح جيه لغاهان يشرعان واسدة نبقى إلى السفر قطعة من العذاب ذلك يريد يقمات في القرآن قتل مامي عذاب أحاديث قتل مامي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم كي نار طماء هو طوامر ودلي قتلي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إذن سدى إلا إذا صح هو إذا وحيوقا تعالى كونوا يهي كي النار تلسكوا أفوفاهي أحاديثنا صريحنا كماها ظاهرنا كماها معناها سرع مطلق العذاب إيك هذا شيء إن الويتية عذابه إن أطفستاء عذابه الله هذا فرين ما أنتظر وحدة ربناه أنفه وره ما فرين كثير كما تكتب وإذا كراها قاوة عرب حكم إلى دعوه واحد بسرع يصور ما شك شيء مركع على تأله فسرع صحة معناها صحة أفرطة صدح لا قول ما قول بين الشيء مستصدح بين الشيء قول كلا جروا هذا ما يشاء وحيليه ميت وحلو على بيا بما نيح عليه وحلو عربة وحيدار أولاها روح مقل من توحش الدريرين جرين وكوئي جرين وكبرون جرين لبلدوين كسمين جرين طلعي نيك سماعي كالحيبايو نيك ريهب الميل سارايو نيك هواك أبونتينين جرين نيك راك غير كيديك لكتب الدريج جرين دروب تأيترن هيا يا بلوح على هذا ومعه وحنا يترن هيا ماتا يكاد إلا هيا ببعيدة ياو هذا التوك أها وموريان أها وديك عب أها وإلى حرك سجوري يحوى ما نهيا حرك جويت بيترن وشيء صنيت جيل ذي برسوق على الماء ترى هي من هذا كده يا نجح عين دور يا صدق ولا أنا كل سدورة هو ما نهيا أنا كل سكاس هذا إيه ذي سبب هو اللي هو على بهاي أفرت أقوى با أوقينا بروحان وراجع سب ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ومعنى يعني شيء مطلق العذاب والأذى إلى رحم بارا حقين مريم كويستاي حدثنا داود بن رشيد الهاشمي قال حدثنا إسماعيل علي حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن مليكة عبد الله بن عبيد الله بن مليكة القرشي قال وحول تابعي قاس كنت جالسا إلى جنب ابن عمر وحان فرديي ابن عمر بن عيسى فردي ونحن ننتظر نو كرين سوينا جنازة أم أبا جنازة يميت كي أم أبا بنت عثمان عفان هاي سعادة عثمان عفان قاول قلي وأم أبا لبنا ريس التريد أم أبا أيا أبا طي مركة صحابة بحجوه مركة إلى ميشا مدينة وهي هي تابعين تي فاملك قرابة أم عارف تبا يميت جنازة لو صبحي وكنت كذا أي حبارا بيسوينا وعنده عند عبد الله بن عمر وحاجوبي عمرو بن عثمان بن عفان وقبر بمتواوك يده
صحابي عثمان نو دلي وانك لو كيا دلي ابو عمرو با ليلى ذا كيا عثمان عفان ابو عمرو علي بن حليله ابو الحسن يا ابو تراب عمرنا ابو حفص ابو بكر كيا كلام مالها ورهي ابو بكر طيب العتيق يا صديق بوت قرني سال لقبتك لما ننكاسا تشوفي وهذا كبر لما توال كيلا فجاء ابن عباس بايد يقوده اسوه كامله قائد هكي ابن عباس ويقول لك من ربي علي وي مركا وحور ابو مكي جالس كقائد قال اسوه ويقول لك من ربي علي وحاق كامله ينكي حق الشريبه ولي فاوراه وحاق مالي ان الملك ارميه فاوراه وحاق مالي اخبره قائد من اشهر ابن عباس بمكان ابن عمر ابن عمر بن فرديه الملك حريم ما مغلينيني وحاسة في ليا ويلك ابن عباس يبهى إن تفك الله صلى الله عليه قبط وحاج جوا عبد الله بن عمر وصاحبك من كاس من فرديا محايا لي سيوسو وذيبو سؤالك فريسي ابن عمر فجاء وأي من ابن عباس بايد حتى جلس إلى فريستي إلى جنب أنا قاعدين عايق ابن الملك عبد الله بن الملك فكنت وحانا بينهما بين ابن عباس وبين ابن عمر بن احفر يان شوي اصل وحاوي لبا نوايير لبا علماء لبا اخيار وكاد اوي هذي يمادان فوق فريستان انا اخاك فريستان من با ادبك جلوس يا ادب تكمل اذا كنت مرر لا تخبر قسم ناس لبا اوقع وركاس ابن عباس يمعو حي اهي انا ازقرا فريستان امور حيني لبا وايير وي ولكن المسلمين يقولون ان 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 المسلمين وحون كرو أودي ذي بترم رقم بيقول هاي وين يقان صعبه يتابعين إن وايل كان حبارين هذا المدرج المحاول يأثر وإن هو شان ليه فإذا صوت من الداء إن عباس مكو صبرس طلع عمر نصيف لي فإذا صوت من الداء روق يا برر باب كي يريسا صار أفرس من عباس يا روق يا برر وهي كي على يقولي ميت كلاودي عندي فقال ابن عمر وحولي كأنه حال مودا يعرض إن أبن دقيه على عم عثمان أن يقوم إنه استاذه فينهاه مقربه إنت رواية تقول لي هاي فصاحة النساء فصمع صيحة من النساء ضمر برورنا يوم مقلي ابن عمر إن عمر ومرك الحوض ضمع نيشه وقريبا لفرد أنا قلص لما حميلي كارو خيرك وعلى الشيقي سيغة دفن بالله الشيقي عود عن مركة إن أو عم عثمان ويجا وراول كان برورا يوين تكعلي سعبنا إنه أوقع تخرى مرة عثمان مركة حديثه شيء طيب فقال ابن عمر حديثك حسبوا عليها فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله سداوي حديثك أنت لحظة جملة معترضة كأنه يعرض على عم عثمان أن يقوم فينام وفهنك فهنك عبد الله بن الملك طيب ابن عمر وحي وحان معنى محمد عليه إن الميت قف قد انت لا يعذب ولا عذاب ولا ربي ببكاء أهله مركان نبوة مركة تأويل كراجع عن مرية تفسير كراجع لا يعذب علينا ولا ربي أما هو ربي أما هو ربي ببكاء أهله أهل فيسية وهنت وغيرها كأنه حاد مدحيك الشيكيد وشي من عمر يعرض أنه بندق هايو كنا بوريا على عم عثمان أن يقوم يستوى فينهاهم ضدك الأواقع يبرره وكهرب وديده وهنت يبرر شلن يا حد قال ابن الملك وحجي فأرسلها عبد الله بن عمر با سيدة حديث كمرسلة أي مطلقة ومهم إن الملك الحلي حديث كان عمره الشيء يحقق صدي إن الله لا يعذب الميت بكاء أهله الحي مرهن
ببعض أهل مدين يهود مشيقين حيث هو مطلق فأطلق فأرسل أطلقها من القيود روايتي يا الفاظ وكف ريس يا دبركي عبد الله مرسلة مطلقة من دين قيد حائمون دونا ببعض حائمون دونا يهود وثومرتين وحقيقة ما تقرينون عبد الله بن عمر مركو شيري المحونة يريد سمعت رسول الله عمر نوى ثومرتين سمعت صهيب نوى الوقتها لروي لغونا قرينو عقياي محاقوها رأي مغيرة من دورة فقال ابن عباس وحجي ابن عباس غافر يا مركو عبد الله بن عمر حديث الشيري كنا مع أمير المؤمنين وحان لسعني أمير المؤمنين عمر الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء ومكمك لسعر دامني وحجكي وعبد عمر ومدى حجسي كدم مرة موسى حجي لو لم أدري دونه حتى إذا كنا مركان وهاي بالبيداء ماشي في ضلع هاي بوين ومدينة قلوب ويد الحيفاء كتير ولا يقال معاه ومكمك لسعر دامني مركب مدينة لقب حمك لسعر دامني إذا هو برجل مركوي ومركوي عمر مكن مكاكيم المدينة السعودية المشي بيدلة بدرة ومرأي يحنها ببكسي نن نازل دقن في ظل شجرة جيد هوسكي جيد هوسكي كفرطي جيد هوسكي حرصان فقال لها يقول ابن عباس دان آي اذهب أرب ابن عباس فعلم لي يسوع من ذاك الرجل من كاجيت كحسنة يبدو خفت يا يسوع فذهبت وأنت في ذا وصهيب إن كاجيت كوس حسنة يين وصهيب غير كيسي فرجعت إلى عمر بن قصو الله أبتي فقلت عادي إنك أمرتني وحالي فرتي أنا أعلم لك إن كوس أجاب من ذاك من كاجيت مويهاي نكويا إن كاجيت كحسنة وربما عفوا وإنه صهيب نكون هو صهيب على الصحيح عمره قال عمر بن مر فر أشي فليحب منها نصر صغر دي صوكا نرعى النقوان مدينة وانا قرينا انا قاعد فقلت محان إلي ابن عباس أطانا هي محان عمر كوري إن معه أهلا غير كيسي هو كيسي بها الوصف نمر رائكا نقول رق صلوان وصحلا نكنا حاس كيسي ما حاس كيسي بغطا وخطبة الماء وشيء قال وحول عمر وركع عمر من مريء وإن كان معه أهله غير سنة معنا بخو سيد وليس هو حجابي قال إن هو وطان صوك عده أمير كامل بسواء الله خاط وإن كان معه أهله غير كسبة الله السعودية ماشي عدالة كذلك تقميني أصور خاط وربما قال أيوب أيوب السختيان وحديث ربي ورن هيا عن ابن ملايك كقاطن هيا إنه مركة تركضي على غيابة مره فليلحق بنا مره فليلحق بنا الفاتح والرواء مسلمين وكالدوء إلان علماء الأحاديث الرؤون مجالس لكل شيء بالجلد إن مر رواية بالمعاني كنا بالمرنا باللفظ والحرف كنا فلما قدمنا مركة المدينة صغر لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب ما بس يتشوفين أمير المؤمنين وحير المسلم جواء وعوال ندري فجاء صهيب بايم يقول صغره واخاه وصاحبه الله صاحبك يوم الله ورانك يوم كبر رمي فقال عمر وحوله لم تعلم مودا اغيب او لم تسمع ميضا مقل قال ايوب وحولي او قال لنا او قال اما ان الملك وحولي لن قلت لي حديثك او لم تعلم او لم تسمع مودا اغيب اما على المقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايوب إن الميت قفك أنتي لا يعذب ولا عذاب أم وارب يا ببعض بكاء أهله ركي سبركود أو أنتو ذبارة قد بيا هذا وارتا سهيل عمر حديث كودي هين أي عبلان عمر قصده حديث ورمي أم عمر الفاتس وحكو جرى ببعض بكاء أهله رمو حطومر فأرسلها عبد الله بن عمر مرسلة أمريكا رواية كلها في احتراز رواية طيب وتاج اكتبها صومرتين قال ابن ملك وحولي فأما عبد الله بن عمر فأرسلها رواية الفاد مرسلة وأما عمر فقال ببعض بكاء أهله
انت اصور بان كل دواء مسلم وحانا كل دواء ان الملايكه هي كل دواء تابع هذيك ورانا هي عبد الله بن عمر صوروا اطلاقي وهم عمر الفادي سنة ببعض بكاء اهلي حوالا صحو مركا ارجيريوتو اهت هذا دمانتي كوين ما حتى يخلدمان اي اربع خلدمتا اما ان بغنبا خلدمتا وفاء ملكي يا غار الوضع ان ولدوا الى انما ولدوا هذه كرامه ويا ايام وحا المكا هاي هي والبها كا هاي لما يمارية مركا بعضه وضروره من احد مركو انت فاهم كون ربا يضرنا صغير يا كبير مقالية شوقي مجرى مركا قيد هو قيد لازم لكن نور بوحه مقلين وريم وشيء ولا فقمت واي استاغي بوري يا استاغي ابن ابي مليكه فدخلت على عائشه وقالي فحدثته وحان الشيخ بما قال ابن عمر ابن عمر حدثه ولي وحان الشيخ فقال وحيت لي لا والله ما قال رسول الله قط الهي ما قد اعطي رسول الله موسى قرانين ان الميت يعذب ببكاء احد ميت على عذابي ولو عذابي قفك لو انت ولكنه قال نبي وحولي لكن ان الكافر قالكم يزيده الله عذابا الهي ما قالك عذاب كرنا اياه ببكاء اهله فيركس اوهنت اوهين بعذاب لو كرنا اياه ونفس ما انكرته وحيكون انكرت ان عمر يا عمر هو اذا النبي كور نيسى وان الله الهي قال وين لهو اضحك اسال اضحك اوهنت قصرك ككينا وابكى اسال اوهنت كينا يعني قصرك مرك واحد قصة شعركته وغريزه وحال هو أبوري أو طبعي أو جبلة أبو قصين بصرك يعني سب إلى خيارك هذا إمر يأو المند يهنتنا هي بروت مرك قاركود خيار الله هم بيك هذا إمر مرك إلين يهين روح كتيم أصو خيار الله هين وضدك النولاء يفامل كي يقرابلها سير رب انت اللي وعلا يقدر يشني هو يدي وين هو ريسي وحقته صهية إلا سوء عذابه ولا تزر وازرة وزر أخرى دنبيلة بيتكلا دنبيلة مقا قال أيوب حويلي قال ابن من مليكة حدثنا إلى قاسم محمد رواية كله ورمنا إياه قال لما بلغ عائشة مكو قال قول عمر وابن عمر عائشة مكي مقشي رواية عمر يويكي سعد الله بن عمر قال وحيجلي إن وادا بوي عماش كم قال يا عمر ابن عمر بن يسح ولا قاركو حديث في انبل يورين تشيرين شيغ تشيرين عايشين هاو بركا انبل اصول كاري انكم يدوكو صحابي يا تابعين لا تحدثوني وحد يغش شي كينيسا والحديث كي يقتل تدريسا عن غير كاذبين ولا مكذبين لبنهم بين الشيئين وحنا ان نقول بين كريم عمر بن مشيت هين نلا بينين كرنا ما ولكن السمع يخطي قبل نبوي ولكن السمع مقرك يخطي واقفا ثم سيكتي وي مقر اسمه تيم باجي كرت سو قال شاطع كرت طيب اذا كنا بين شيء ما يصير هذه عمر يا عمر ايش بين شيء حقنا ان بينين كريم انا يا بين شيء هو يوحي ان يكون بين مشي اسم حي يلا هين واد بدن تيون سمعت الا جمع شفت ان قد بدن بدي تابعين بدن باو شو ولا ورده اذا واد بدن تي عمر ابن عمرنا وحاو واد اهل الصدق اهل امانه لكن ما قلكم واخذ من كرا سيد عرب وخلطوا ده قال دي مودي روح كافر بنود ونحن قاقا هاي ورود يقرح ما قوانيس جيت تاريون ودقب أهباد مدن الروح إذن عندهم بين بين الشيغان مرارك قاركوت مقالكونا ما أنا أقول عن مقلة هاي من مقلين حب مجرى الله اسمه تسي لقاء الحنون كقبطه أما قعب لك يعني حواس تنقوي خلطانته عقل إذا حتى خلطان مرارك قاركوت وصول مسيحتي وإذن قاب قاسه ودكت وحيلة هاي نبي وسيدة مرد هنا عمر المحمر بين مشيغة هياني لكن وين اسمه تسي عشرك عاو انت ادوتش والله سبحانه وتعالى.